قول الله يرضي عليك. عيط لي اي كنتي كيما كنتي، المهم نسمع لك صوتك نرتاح واحد شويش بعدا. صدمنا يعني ملي بنت سليمان، يعني هو مولدنا، يعني ملي مثلا راه حتى ولادنا حنا مشاو. فهمت الاوديو لحد الساعه ما كنقدرش نسمع، ما نكذبش عليك. كتعرف الواليده الخاوتين كتعرف الا قالت لك باقي ما جاش يقول لا دابا هو جا وصبرت انا عارف شنو كاين. وغيت سوي سليمان بركه بلا ما يزيد اشرف وايوب. فهمتي شوفوا لي بنيه، انا ميت اولا حي، المهم نعرفوا واش ميت، نعرفوا راه هو ميت الا حي عاوتاني الله يرضى عليه بالحق نرتاح، ما بقاش حنايا معذبين. نسوا مشى نهار لسنين كان قال لعزيزه بلي انا غادي نحرق عيق، قال يا قال لعزيزه دعي معايا انا غادي نمشي زعما نحرق وداكشي. قالت له وليدي لا ما تمشيش، وهذيك يعني بحال الملاغا كيقولها. حتى مشى قالت له لا سير عند حبيبك زعما خدم معاه، علاش غادي تمشي؟ عاودنا عندها في نص النهار هنا مع الوحده، طلع ديك الساعه صافي خرج. هذيك الخرجه الاخرى ليا يعني هو وداك الولد كانوا متفاهمين، هذا اللي مات ما عطيتهم خرجوا في ساعه واحده. هوت الكوميساريه الكبيره هنايا ديك لاريس النهار اللي توفى ذاك الولد. مزودنا شطان ما مشى معصب ما حتى شي حاجه، هادشي هذا يمكن كان متوقعين ما بعطيتو ما يمشي يحركو. صدمنا يعني ملي بنت سليمان، يعني هو مولدنا، يعني ملي مثلا راه حتى ولادنا حنا مشاو. فهمت كاينه بعد العائله تما في اسبانيا، يعني عطينا لهم التصاور ديالهم داكشي باش على الله يتعاونوا معنا تما، يسقسيو ما كاين حتى شي حاجه. الرساله ديالي المسؤولين الله يجازيهم بخير يقوموا بالواجب ديالهم، يحاولوا يتصلوا السلطات الاسبانيه على برا لا مارك ديالهم ولا في الصحه ديالهم، ولا هما يسقسيونا تما يشوفوا لنا شي حل باش نعرفوا الاخبار شنو كاين هنا. الاخبار في المغرب ما كايناش. قلت مشيت اليوم انا مشينا طلعنا لازايلا وطلعنا للعريش، مشينا تما مطاع النبيرات مطاع الاموات، ما كاين حتى شي حاجه تما، ما كاين حتى شي خبر. وبارح مشينا عاود تيتوان ومرتيل والرينكون ودورنا كاستيوخ، يعني ملي مشينا في نص النهار تجينا تما فطرنا تما في كاستيو. نتمنى الله خير، نتمنى الله عز وجل يرد منا سالمين غانمين، هذا اللي كنتمنى. ولا كانوا المصير ديالهم مجهول وماتوا الله يرحمهم، هذا اللي غادي نقول انا. الطبقه الفقيره ماشي، اما مولادهم هما راه تبارك الله عايشين كما بغوا، ولادنا حنا علاش يضيعوا ما يدا. وهذا ماشي غير انا، راه قيس عليا ناس كيعيشوا هذه المشاكل هذه. فهمت حنا الحمد لله ما كان عندنا حتى شي، حنا راضيين بقسمة الله عز وجل. حنا اللي بغيت انا هو الولد ديالي نعرف الخبر ديالو، اما مسائل اخرى كل واحد راه كيتحمل المسؤوليه ديالو. فهمت معايا؟ مزيان العايل مزيان، ماشي زعما شي قبيح ولا كيجيبني المشاكل ولا حتى حاجه. العايل كيكون خدام ملي كيكون عاوتاني ما خدامش راه جالس بالحق، ما عند تجيب لي مشاكل مع الجيران ولا مع العائله ولا في الحومه ولا حتى حاجه. ما عمرو مشى وكيبقى غايب، بقى نهار اولا يومين ما يقدرش كيمشي يجي للدار في اي ساعه، جاو في 12 في الوحده في الجوج ديال اللي كيجي فحال من الدار، ما مولفش كيبقى في شي مطاع اخر. مشيت نحمق انا هذاك بني وهذوك ولادي فحال فحال، اللي وقع عند هذاك يوقع عند ديالي، وما عرفتش ديال هذاك بعدها هو بان نعملو عليه صحفه تراب تبكي يما الله يتقال عليها بالصبر وتقول الحمد لله. حنا ديالنا ما عرفنا ولا ميت الا حي، كاين شي واحد جابنا اخبارو. حنا بغيت يعملوا لي شوفوا لي بني انا ميت اولا حي، المهم نعرفوا واش ميت، نعرفوا راه هو ميت الا حي عاوتاني الله يرضى عليه بالحق نرتاح، ما بقاش حنايا معذبين. حنايا ما حنايا موكلين، ما حنايا مشربين، عندي العائله صغيره سامحه فيها من نار، ما كنشوف ولادي ولا في الدار ولا حتى حاجه. العقل ديالي احمق، ما كيجيني نعاس ما والو، هي الحمقه. قولوا الله يرضى عليك. عيط لي اي كنتي كيما كنتي، المهم نسمع لك صوتك نرتاح واحد شويش بعدا، ما بقاوش حنايا معذبين. انا ما جالسين شي مره، ما حنا جالسين وحنا ماشي هنايا مره. البارح كاستي خوتي طوال اليوم العرايش ما كتهداش، كتبقى تمشي حتى للدار ديال الدار. مشينا لسيد القاصر، مشينا ما خلينا ما نفتشو، ما كاينش شي واحد. فهمتي اول حاجه كنقدم تعازي لديك الولد سليمان للاخ ديالي، ماشي غير الاخ ديالي، بالنسبه للخاوه ديالي، الخاوه ديالي باقي ما بانش شي مره. ديكلارينا ماشي بزاف ملي ظهرت الجثه سليمان الله يرحمه، على حسب فهمتي هو مسانس كيغيب،
كيغيب شهر يعني 15 يوم يعني المهم كيغيب واحد المده وكيرجع. دابا هاد النوبه هادي قلنا زعما السيد عادي فحال دائما غيمشي وغيجي كما دائما. فين كيمشي كيجي؟ كيطلع نقصار صغير كي فهمتي المهم كيطلع نقصار كيبقى تما ياك ما راه كيطلع نسبته كيمشي يحرق هو الحلم ديالو خصو يحرق واخا تقول له اللي قلتي له ما كيسمعش. الوالده بورانية الوالده عيانه اصلا بلا هادشي هذا كانت عيانه. ما قلنا لاش سليمان راه توفى لحسب هي مريضه بلا هادشي ما الا جدنا قلنا لها سليمان راه معات الله يحفظ مشي تشلل ولا شي حاجه وخلينا داكشي من سرايدك. صار لي واحد الاوديو ديك الاوديو واحد الساعه ما كنقدرش نسمعو مار اوديو فيها شي حاجه يعني صعيب. قال لي الخوات يعني تهلا في الوالده وكذا فهمتي يعني جابت ولا خابت يعني داكشي في يد الله. صافي ديك الاوديو سمعته انا ديك الاوديو لحد الساعه ما كنقدرش نسمع ما نكذبش عليك. السلام عليكم عبد الرحيم فين خاو ديالي مزيان يعني مدخر. الوالده خاوتي اللي كتعرف في لقات لك باقي ما جاش يقول لا دابا هو جا وصبرت انا عارف شنو كاين الا كان شي حاجه مكتوبه انت عارف شنو كاين اخا مع عزك الخاوه يلا تهلا اللي في راسك سلم عليهم المهم انت عارف شنو كاين كيشوف نطلب الله عز وجل يكون يعني مثلا وصل تما فهمتي وغيت سوي سليمان بارك بلا ما يزيد اشرف وايوب فهمتي نسبه اخوتي اللي شافوه ولا المهم اللي شافوه ولا شي حاجه اذا عرف على شي حاجه ولا كذا فهمتي النمره ديالي غنخليها وعيطوا. هو اصلا بور كاع ما قاري فهمتي هو حتى قرايه ما قاريش يعني عنده التليفون عادي عنده التليفون عادي نوكيا سهرتي واش يكون باقي له ولا ما يكونش حتى الا وصل مثلا نقول لنا فرد وصل تما غيلقى واحد صعوبه فهمتي عنده اللغه عنده شي تعلم اللغه والو بوري ما كاين لا لغه ولا والو ما عندوش مع قرايه سبحان الله مار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.